لأن مجتمعنا محتاج إلى تجربة تغير من الواقع المر اللي عايشه، سافرنا إلى كوريا الجنوبية بمحاولة لنقل التجربة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ليش كوريا؟ بعض الناس يقول لك هاي مقارنة ظالمة، تقارن العراق بكوريا الجنوبية، لكن اللي احنا قرأناه عن كوريا الجنوبية يقول بأنه كوريا الجنوبية سنة 90 كانت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الدكتاتورية اللي كانت تحكم كوريا الجنوبية. خلال 10 سنين كوريا الجنوبية قفزت قفزة اقتصادية وصارت واحدة من أهم القوى الاقتصادية بالعالم. يقولون السفر بيه 7 فوائد، وأهم فائدة يمكن بيها هي المتعة، السياحة، المنسى، لكن إحنا سفرتنا مو سياحية، إحنا سفرتنا هي للبحث عن التجربة الاجتماعية لشعب دولة متقدمة مثل كوريا الجنوبية. هذه اول محطه لنا بكوريا بالمطار. هسه احنا مطار كوريا بعدنا ما دخلنا اللي جوا، فيزنا كملنا وكل الترتيبات خلصت، وراح نحاول برحلتنا بكوريا انه نركز على الانسان الكوري، نشوف الناس الكوريين شلون عايشين، شنو التجربه اللي ممكن يقدم لنا اياها الشعب الكوري والمجتمع الكوري النظام الكوري حتى نستفاد من عدها بالعراق. نقل التجربة الاجتماعية من بلد متقدم إلى العراق هو الهدف الرئيسي من السفر إلى كوريا الجنوبية. بالرغم من صعوبات اللي واجهناها بالسفر وبالطريق، وهذا اللي خلانا نختار أول مواضيعنا بكوريا الجنوبية عن الطريق، لكن مو الطريق إلى كوريا وإنما الطريق إلى المدرسة. خليني اسولف لكم موضوع بسيط، انه هسه انا مدرسه مال بنات، يعني حله مال بنات، تصير الحله يعني عندنا بالعراق، طبعا تلقون الشباب كلهم يلتمون على هذا السايد، ايش؟ هاي بالعراق مو هنا أنا طبعا، والشرطه يجون على مود يعني يوخرون دول الشباب، وجت فتره سجنوهم وزينوهم صفر، لكن هنا ماكو، باع البنات الحلوات براحتهن يفترن ويمشن ولا احد يمهن ولا احد يجي ولا احد يتحارش، لان تقاليد المجتمع الكوري يعني عندهم هذا الموضوع جدا عيب، يعني ما يصير. انا عزبني الطالبات يا هالربع، عزبني الطالبات، عزبني ولو عني او عن دروسي غيبني، وقلت يا محلى الحياه عزبني الطالبات. نتمنى انه نراوي شبابنا الحلوين اللي يوقفون على باب المدرسه، اللواحيق يسموهم بين قوسين، خلي يشوفون اللواحيق ان البنات شلون يفترن براحه بكوريا. يا محلى الحياه وعذبنا الطالبه، شات النساء بالدرب، شات النساء بالدرب، اه الجبار القصاعد، اه الجبار القصاعد، شات النساء بالدرب، شات النساء بالدرب، اه الجبار القصاعد، اه الجبار القصاعد، والناس عند لعبته على الدياه، درب المدرسه، هذا الدياه الناس، درب المدرسه. هسه طبعا احنا قدام معهد معلمات ومدرسه مال بنات، هذني اعداديه الهدى للبنات ومعهد معلمات، هذا هنا يعني من يطلع عن البنات احنا نسميها الحله،
من تصير الحلة فتطلع مجموعة كبيرة من البنات بآن واحد، تقريبا بالضبط مثل ما شفنا حلة البنات مع الكوريا. لكن الطريق بالعراق من وإلى المدرسة ما مفروش بالورود للبنات، وإنما مفروش بالوحوش البشرية اللي اسمهم اللواحيق. السلام عليكم. حضرتك درسين مدرسة؟ نعم مدرسة. احنا بس نريد نعرف، يعني نريد نسأل عن المضايقات اللي تصير أثناء طلعة الطالبات. والله اكو هواية مضايقات تصير هنا، أكثر شيء يعني وقفة الشباب قدام الباب. زين هسه احنا من جينا نهزموا شباب، صورنا شوية من عندهم يعني. أي بني. التقينا بالدوريه مال الشرطه، تقول احنا نجي دائما. فعلا هم الدوريه موجودين دائما؟ مرات يعني مو اكثر شيء. يعني هي تريدون دوريه ثابته تكون؟ طبعا اكيد اريد دوريه ثابته، لانه يعني تصير تحرشات بالطالبات من دي يطلعون يعني على المدرسه، يعني مضايقات اكو. اكو مضايقات؟ اي اكو مضايقات. زين البنات ما يقبلن يحكي، شلون احنا بدنا نحكي وياهن؟ هاي مشكلتهن، احنا بدنا نحل لهم مشكلتهم. والله هي شكو بيها يعني ما بيش حد اذا تحكي اي طالب من الطالبات ما بيش تحكين. بس اجت طالبه. زين احنا اللي نسالك، اكو مضايقات من قبل الشباب من طلعوا المدرسه؟ اي والله احنا نريد وزير التربيه كل يعني الشرطه يقف هنا على مود الولد، يعني هوايه اشياء يسوون قاعد ويا البنات. يعني وانتم مضايقه من هذا الموضوع؟ هوايه مضايقه، هوايه احنا مضايقين واقفين هنا. زين العدد كبير شباب موجودين؟ هوايه اليوم بس قليل. اليوم مو انهزموا من شافونا نصور انهزموا. معلمات قريب من عندنا، فهنا طلعتنا تصير معد المعلمات وطلعتنا احنا وجيت الاعداديه. زين فيعني هواي تصير تشكيلات من طالبات دا يفوتون دا يطلعون، فاكيد راح يصير لما شباب. يعني ايش راح يصير؟ هاي مدرسه حمزه قريبه منا. مدرسه حمزه وكلهم اولادهم منا يفوتون. هاي هذاك المره الشرطه اجى وداهم للهاي. بس زين الشرطه ثابته؟ الشرطه ثابته هنا ولا مو ثابته؟ لا مو ثابته. مو ثابته الشرطه هنا؟ لا ما نقدر نمشي بالشارع، ما نقدر يعني ما نقدر يعني حتى سمعة المدرسة. زين انتوا اولياء اموركم، انتوا بيوتكم بعيدة من نانا؟ اي بعيدة. وتروحون مشي؟ اي مشي. ويعني مرات يلحقوكم من نانا؟ مرات يلحقونا، يعني يجون البيت يصير يعني حتى الاخوان يتعاركون، يصير مشكلة من وراء هذا الموضوع. اي والله. زين انتوا يعني تريدون دورية ثابتة مال الشرطة هنا؟ كلكم تريدون دورية ثابتة؟ زين هسه راح تروحون هسه مشي راح تروحون؟ اي مشي للبيت. ايش قد بيتكم بعيد من نانا؟ يعني قريبها من نانا، يم المدرسه الابتدائيه. زين اكو مدرسه مالوت قريبه من نانا؟ اي هاي الحمزه. الحمزه ايش قد بعد عنا هنا؟ هذيك هذيك قريبه. هذول من يطلعون المدرسه يجون لهنا؟ يوميه هاي هنا صباح ومساء، يوميه هيك ملتمين قبال المدرسه وقاعدين. يعني هذا كلش موضوع مزعج يعني لنا اللي يضوجنا. زين منو تريد تحكي عندها مشكله؟ يلا انت ما تحكين؟ منو تريد تحكي؟ ماكو حدا تريد تحكي؟ ها خلنا نحكي. انا انت تعرضت في يوم من موقف تحرش هنا؟ انا والله واحد تحرش بشوي شيء بالمتوسطه، يعني امتحانات الوزاري. امتحانات الوزاري بس انت طالبه رابع هنا؟ ايه. زين تشوفين انه لازم يخلون دوريه ثابته؟ والله لازم يعني ضروري. زين احنا الدوريه ما شرطه تقول يا احنا موجودين، مو موجودين يوميا؟ لا ابد مو موجودين. لا انتوا همين تروحين مشي للبيت ولا يجي احد ياخذك منه؟ سايق يجي. سايق لهنا انا يجي السايق. يا بعد شوفون هي معاناة الطالبات. بس عندنا شغلة تبعد يعني هاي حمزة من يجون منا يخلون شرطة، لأن كلهم يعني من يجون الأولاد هنا يوقفون وأكو بنات. زين تريدون إنه مثلا يوخرون المدرسة مال ولد منا ناس؟ إيه والله يصير أحسن. يا بعد يريدون يوخرون المدرسة مال ولد أصلا، يريدون يوخروها فعلا. يعني لو واحد يخليهم اثنين مدرسة واحدة، لو يفصلهم وخليهم كل واحد بمكان، يعني صعب انه مدرسه الولد تكون كلش قريبه على مدرسه البنات وهم ما مختلطين بالدراسه. على العموم اللواحيق اللي واقفين يم المدرسه بس نزلت كاميرتنا للشارع هم انهزموا، يعني وهذا اللي خلاني يعني اركض وراهم على ما اقدر احكي واحد. ادري اللواحيق راح يستقبلونا اذا رحنا. انا شو اسوي؟ سلام ومرطني ترى. يلا باع انهزموا. نحكي وياكم شويه. ماكو. تعالوا نسولف. تعالوا خلنا نسولف. تعال تعال تعالوا خلنا نسولف. السلام عليكم. انا علي فاضل حبيبي، شلونك عمرك؟ شلونك حبيبي؟ هسه عندي سؤال. انا اقول لك شغله، انا مو من النوع اللي ينظر براس الواحد وتعال واخلاقيه وهذا. انا بدي اعرف انت هسه هنا أنا واقف عندك علاقه بوحده يعني هنا أنا واقف على مود هيك واقف بس تفرج؟ بس اتفرج.
بس فرج ما عندك شيء يعني مو 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 لا حق مو لا حق خطر يعني اكل لان اكل لا حق خطر ها انت هنا ابن المنطقه يعني هذا بدكم نفس الشيء نفس الشيء جوارينهم جوارين اي وياه انت جاي غريب شنك. لا انا ابن ابو سلام يعني انتم جايين بس تفرجون زين اريد اسالكم سؤال اكو يجون ولد غربه من خارج المنطقه اي اكو هوايه وهم جايين على مود البنات يعني. على مود البنات زين البنات يعني وهذا موضوع مضوجهن لا بالعكس يعني يعني اكو ينطى المجال اكو ينطى المجال كل واحده يعني تطورها يعني هي قابليتها لهذا الشيء اها زين زين هذا الحمد لله جت الشرطه هنا هم زين جت الشرطه صورها يعني هم المشكله هسه احنا بدنا نحكي اداره المدرسه دا تقول انه شباب دا يجون ماكو شرطه تحمي المكان هاي الشرطه دائما موجوده لو بالصدفه موجوده دائما الشرطه زين قديش ما يوخرون الولد يابا الشرطه يوخرون بس يوخرون واحد اثنين يعني ليش قد يوقفون هنا شوف اكثر سيارات واقفه يعني على البنات مو واقفين كجاينا اخونا اليتهم وطواتهم مستحيل يعني عدد كبير شوية يعني خلي السيارة تعبر. سلام. زين. يعني هسه زين انتم عندكم فد تصرف معين يعني اذا مثلا شاب تجاوز او اساء هنا بالمنطقة. اي اللي مش سريع اللي بطنش اللي يتجاوز على احد الواقفين على منطقتنا هنا. شيء طبيعي ما حد يقبلها. زين اذا زين طبعا اكيد اكو بالمدرسة اكو بنات خوش بنات يعني. اكو طبعا اكو. مو اكو نسبة يعني. مو؟ طبعا. زين اذا انتم اكو بنية تعرفوها هي زينة مثلا وجا واحد حارش بيها شنو تصرفكم؟ تصرفنا. ينكتلوا الشرطه من شافونا نصور تدخلوا والحمد لله تدخلوا من وقت حتى ما يصيروا مثل الشرطه مال الافلام يعني يجون ورا ما تلاص وين بدكم مو هذا ما عدد اهل المنطقه اكو غريبين يجون هنا تعدوا على بنات ما بنات تعدوا بس تعركوا ويا ولد هنا كان هنا ساكن جيراننا شنو سياره؟ بيكون دبل ليش هي خط احمر واحد ابو شعال واحد شعال لا يشمل يجي يدور شنو عشان طرفين انت قام الباب يفوت يباع صفنا قلنا له مو منا هاي ليش بيك هذا وفيك بس تعرفه ويا ولد هم اخي هذا اللي مسوي عنده وما هذا فيك هذا فيك هذا واو نرجع لكوريا وطريق المدرسه بكوريا وقدام المدارس بكوريا اكو لوحه اعلانيه غريبه مكتوب عليها بالكوري استو تدرون ايش مكتوب طبعا احنا اول ما شفت هذا الموضوع فانا ايش عبالي انه هذا اعلان خاص اعلان ضوئي خاص بمحل من المحلات فايش عجب هذا الاعلان موجود مقابل المدرسه مال البنات فطلع هذا عيني جدول الدروس يعني المدرسه خاله هذا جدول الدروس قدام المدرسه حتى البنات من يطلعن او من يجون الصبح خاف ناسيه جدول الدروس مالتها فهم خالي لها هنا يا بس سبت هذا السبت عندهم رياضيات واحياء وفيزياء وكيمياء هذا السبت يعني قال لنا يا بهاي قدام كل مدرسه اكو طريقه معينه تبتكرها اداره المدرسه بان تخلي جدول للدروس حتى خاف الطالب مثلا ناسي ما يعرف مثلا طلع اليوم راد يروح للبيت مثل ما هسه البنات دي طلعن وحتى يتذكر باكر شي يجيب وياه الحياه سهله حياه جميله حياه مو معقده والله اتذكر كملت المدرسه كلها لاستيكه واحده ان كل الدفاتر والكتب كلنا نجيبنا خاف انسى فكلنا نجيبن ايج حنقل بيهن انا كنت اقرا شويه بس عندنا طلاب كانوا المدرسه قاضيها كتاب ودفتر هو الدفتر مال الرياضيات هو الدفتر مال الفيزياء هو الدفتر مال الانجليزي تتذكر الحارس اللي كان بمدرستك او الحارسه او الفراشه مثل ما نسميها شلون كانت وضعيتها وترتيباتها هل نروح الكوري نشوف حارس المدرسه هناك شلون وضعيته وشنو ترتيباته هسه ورايا بالمدرسه اذا تشوفون هاي الغرفه المرتبه هاي الغرفه المرتبه قاعد بيها الحارس مال المدرسه فما اقول لكم الحارس مال المدرسه عنده حاسبه حارس المدرسه وش وقاعد مرتب واليونيفورم مات شي خبل اي اويلي على الحراس مع المدارس بالعراق طبعا احنا اغلب حراس المدارس عندنا بالعراق هم عوائل فقيره متعففه ما لاقي سكن يجيبوهم يخلوهم حراس بالمدرسه بس تشوفوا لي صاحبنا هنا اللي ورا شلونه قاعد مرتب وماكو ما يقوم يفتح الباب ويسد الباب اكو هذا
العمود صغير يقول له الشكل يفتح تطلع المدرسة والمدرس بالعكس يسده. شفتوا البنات بكوريا شلون يروحن للمدرسة؟ شفتوا الطريق كان شلون حلو نظيف؟ خلونا نروح للعراق نشوف الطريق إلى المدرسة شلون حاله. الشارع ده مدرستي وشوت ويا براشي، الشارع ده مدرستي وشوت ويا براشي. كانت أيام أجمل الأيام من الأيام دلوقتي، كانت أيام أجمل الأيام من الأيام دلوقتي. طبعاً هذا طريق مدرسة، هذا طريق مدرسة، يعني الطلاب يجون الصبح يعبرون يروحون من هنا هناك يدامون، مو أول تل ما زبل، ثاني تل ما زبل على يدك اليسرى. يعني ما أدري، أنا جدا أتمشى صفنت، يعني خطير المدرسين شلون يدامون، يعني مدرس شلون يداوم مدرس؟ هذا قفل المعلم وفي تبجيله، كاد المعلم أن يكون رسوله، يصير الرسول يفوت بالطيانة هذه يروح هناك يدرس؟ كان يفوت لنا المدرس من كنا طلاب، يفوت العطر مالته قبله بخمسة أمتار ستة أمتار، وتكرمون حذاء يلمع وبدلته تخبل، لأنه هو مدرس، هو مؤثر على المجتمع، لازم يكون قمة أناقته قمة هيبته. احنا أصلا عندنا فكرة أن المدرس ما يبدل هدومه، يبقى بهدومه لحد ينام بهدومه ويجي ثاني يوم يداوم بهدومه. شوفوا المدرس الخطيه الفقير اللي ما عنده سياره، طبعا اللي على قولت اللي يقولون اللي ما بيلهفش يجي يمشي حاله حال الطلاب، والطلاب هم يمشون وما اعرف. هاي هي مسيره التعليم بالعراق، نقدر نختصرها بهذا الطريق. صديقي هذا طريق المدرسه؟ نعم طريق المدرسه، بس صاير طريق يعني قصاب خانه صاير هنا، يعني الى متى نبقى هيك احنا؟ زين انا اسالك سؤال، انت ابن المنطقه؟ نعم، هاي بيتنا هنا بالفرع. تعال شوفك المدرسه داير ما يدوره بمتروس عقار مي، وصاي سيان وبيع عقارك زين، وشوفك المرافق مال المدرسه، يعني اطفال اكو ينقص على روحه وبيهم بيتهم قريب يجي للبيت، يعني ابني يجي للبيت. زين هذا الطريق اخر مره تبلط شو وقت؟ والله ما اتذكر، ما ابد ما يعني، يعني على حياه عينه مثل ما يقولون، على حياه عينه ما متبلط من 2003 احنا هنا، يعني نهايه 2003 قول بدايه 2004 ما شفت تبلط هنا. يمكن الفضول يخلي الناس يسألون، احنا رحنا المدارس بكوريا بس دخلنا ما دخلنا؟ احنا حقيقة دخلنا للمدارس وعرفنا كل شيء عن أنظمة تعليم كوريا، طلاب شلون يدرسون، وقت الدوام، مدرسين شنو دورهم، يعني مو بس كنا نراقب الطريق إلى المدرسة، احنا دخلنا إلى المدرسة في كوريا. المدرسة تاريخها 100 سنة صار له، وأجزاء من عدها من المدرسة صار له 100 سنة فعلا موجود لحد هسه، يعني مو موديكم احنا مدرسة حديثة بناء 2000 وهسه، هاي المدرسة صار لها 100 سنة. شوف هذا البناء كله بناء قديم وتراثي، يعني أجدد شيء مبني صار له 50 سنة، أجدد شيء، وأجدد شيء محدث صار له 15 سنة، يعني بناء كلش قديمة هي. يعني هسه هم عندهم بالتعليم مثلنا نفسه، بس الفرق ان هم يبدون من سنه من سن 8 سنين يدخلون المدرسه، احنا من الستة، احنا متطورين اكثر من كوريا. هندرن 유치원도 의무 교육으로 지금 진행 중에 있죠. يعني واحد عمره 7 سنين يدخل الروضه، من 8 يدخل المدرسه، والالزامي عندهم لحد ما تخلص المتوسطه، الباقي مو الزامي، يعني يريد يكمل بكيفه ما يريد يكمل. يعني هم طبعا يداومون من 9 الصبح لل 5 العصر، وما عندهم عفوا عندهم عطله صيفيه مثلنا، بس هم يداومون يوم كله من عدا الويكند، يعني سبت ويكند، سبت واحد، سبت واحد ما يداومون بها. علاقتهم بأولياء الأمور مثل علاقه المدرس العراقي هم، يعني اذا اخطا الطالب يدزون على اهله يجي لهنا، واذا عندهم مشكله يجون الاولياء الامور للمدرسه ويسوون حوار بيناتهم حول الموضوع، يعني اعتقد مو هذا. واذا اكو مشكله بين اي طالبين الاهالي اثنيناتهم يجون، الاهالي هم يتناقشون بالمشكله، المدرسين يكونون مثل الحكام يعني بهالموضوع، يجمعوهم لا اكثر اقل. زين هو هذا السؤال بس اساله، انه هو
اذا مثلا واحد اخطا هنا ما يعاقبه يعني؟ يحتاج صبر كبير من المدرس نفسه وحوار يظل يتحاور ويا الطالب لحد ما يوصل الى مرحله انه بكل الطرق الممكنه يتصل باي شخص مسؤول عنه يتناقشون بالموضوع. هاي الطريقه الوحيده لحلها النقاش، وانه يكون المدرس عنده صبر. المدرسه بكوريا مو بالصفوف، صفوف ومختبرات، واول مختبر زرناه هو مختبر الاسنان. طبعا هذا المكان هو مو صف، هذه وحده العنايه بالاسنان داخل المدرسه، انه ورا ما يكملون الطلاب اكل يجون لهنا ساعه يراجعون وياهم شلون ينظفون اسنانهم وهذه، ويفحصون اسنانهم همين نشوف واضح الموضوع. هاي الصور كلها هنا، صور مثل تعليميه. طبعا بشرى غير ساره لمدرسين العراق انهم تنظيف الصفوف كوريا مو ماكو منظفين ينظف، المدرسين هم ينظفون. مدرسين يقعد يتنس يمسح ما يكرم على الطالب. ثاني مختبر هو مختبر الطبخ. بهذا المكان هذا مختبر الطبخ، الطلاب يجيبوهم هنا يعلموهم طبخ. تعال شوف شوف مصطفى، شوف ذن القواري والجداري والخواشيق والطاوات والمصافي والمواعين كل اللي هنا موجوده. وهذا طباخ، طبعا طباخ يعني يقدر يجيب المواد مالته هنا يخليهن اللي يريد زين. وشنو ورا ما يكملون طبخ، هذا هنا الغسل والتنظيف كله موجود هنا الادوات. هذا يعني ضروري الزامي يعلمون الطالب انه هو يطبخ من عمر 8. هذه المدرسه اللي الطلاب دامون بها هم من عمر 8 الى 13 يطبخون هنا، يعلمهم شلون يطبخون زين، ويعلمهم يعتمدون على نفسهم. ومو شرط انه يكون يعني واحد يعلمه تبسي واحد يعلمه دولمه ولا واحد هاي، لا يعلموهم انه شلون يحركون خيالهم افكارهم، انطوهم مواد هم يشتغلون بعدين يدون يعلمهم. وبشرى غير ساره ثانيه للمدرسين بانه اللي يعلم طبخ هو المدرس، ما يجيبون طباخ. المدرس يصير شيف ويعلم. طبعا انتم ما تشوفون طلاب هنا ما ندخل عملي للموضوع، لان احنا ما نقدر ننتهك حرمه المدرسه. المدرسة لها حرمة والصف لها حرمة، هم هذا موضوع عندهم جدا صعب. يعني ما دخلونا هنا على مود بس يراون عاداتهم وتقاليدهم، بس صعب يدخلونا أثناء المحاضرة. يقول لك لأن يعني عند الطالب لا يتشتت، يعني لا يفكر بغير موضوع، يظل يفكر بالعمل بس. خلينا نشوف بعد شكو كيف حال الحمامات في مدرسة عمرها 100 سنة في كوريا الجنوبية. هذه حمامات المدرسة، تعالوا خلينا نشوفها. كنت من أروح بالمدرسة ابقى لازم نفسي طول النهار حتى ما اطب الحمام المدرسه مالتنا بالعراق. تعالوا شوفوا هنا أنا حمامات المدرسه شلونها، فندق بالضبط، فندق كانه فندق. شوف يعني هاي الحمامات من هنا، شوف المغسله ترتيبات يعني بالضبط عبالك فندق. وحلو عندهم كل شيء، يعني خلون تعليمات، يعني هو الطالب يعرف بيتهم نفس الحمامك وهذه، لكن هو خاله تعليمات. احنا حماماتنا بالمدارس اولا بتشول برا، ثانيا كلها الفاظ بذيئه ورسومات بذيئه. واسوأ ما يمكن ان تشوفه حمامات المكانات العامه وخصوصا حمامات المدارس للاسف. طبعا اكو المدرسه كلها مجهزه بسيستم كاميرات مراقبه حتى ما حد يقدر يطفرون السياج، اللي يطفرون السياج يجيبوه ثاني يوم. اوكي مو مال والله استاذ ما طفرت ايه. عن عموم وعن عمد اخاف واحد يتاذى، فيقدرون يعرفون راسا هو تاذى ويوصله باسرع وقت. وهذا يعني مثل امرجنسي طوارئ، هذا يعني اذا شوف الطفل اي شغله مو زينه بالمدرسه راسا يدوس ينبه انه اكو فت خطر موجود بالمدرسه. كاميرات مراقبه على بيوت هذه، بيوت المسؤولين مليانه، خلوا المدرسه.
لا بالمدرسة همينة راح تخسرون. هذا هو كل اللي موجود بالمدرسة. تبقى بس أكو عندهم مشكلة حقيقية بكوريا الجنوبية، هي محاربة الضعف باللغة الإنجليزية، لأن كل الطلاب بكوريا عندهم مشكلة باللغة الإنجليزية، يعني حالهم حال العراق. فهم يريدون يحلون هاي المشكلة يعني بأفضل طريقة، فدي يركزون. وشفتوا على الدرج لما نصعد خالي لهم قصة بالإنجليزي مكتوب جواب الكوري بالإنجليزي، يروحون يجون يشوفوها على مود يقروها على مود يتقوون باللغة الإنجليزية. هاي المشكلة الكبيرة اللي عندهم. عندهم مشكلة ثانية أنه المنافسة على الجامعة تبدأ من المتوسطة، فذلك الطلاب من يخلصون المتوسطة يبدون يدرسون إعدادية وجامعة على مود يدخلون للجامعة كمنافسة، فما يهتمون بالدراسة بالمدرسة هواية وبعد المتوسطة يعني بالإعدادية تحديدا. خطيئة هي، هاي أهم المشاكل اللي موجودة عندهم، وهاي هي مزايا المدرسة وفرقها عن العراق. الطريق إلى المدرسة هو أول الطرق ببرنامجنا، وما ندري وين راح تأخذنا الطرق في كوريا الجنوبية بالحلقات القادمة في مالها.